مجموعة القرارات الإصلاحية اللي طرحوها في الوقت ده؟ يعني في تخيلهم كانت إيه القرارات الإصلاحية اللي ممكن توقف هذا السيناريو؟ أنه لازم في هذا الوقت يتم تنفيذ أحكام التي ستصدر من محكمة النقض، خاصة بما يتعلق بتنفيذ أحكام الإدارية العليا. كان طلع 99 حكم في هذا الوقت برئاسة مستشار مجد العجاتي، إحداث إصلاحات سياسية واجتماعية سريعة في البلاد، بحث إمكانية إجراء تعديلات في الحكومة لتجديد الدماء داخل هذه الحكومة. والناس وقتها كانت بتطالب كمان بإصلاحات في الدستور أو تعديل على الدستور. كان وارد طبعا. كان وارد لما فلما تقال هذا الكلام الحقيقة ظنوا أن السيد أحمد نظيف سيصل إلى حل مع الرئيس مبارك في هذا الوقت، ولكن الحقيقة تداعت الأحداث إلى أن وصلنا إلى 25 يناير. منذ 25 يناير كانت تصريحات أخيرة لجمال مبارك في الوقت ده أنه لن يحدث أي تعديل على الدستور. ده صحيح. من 25 يناير بدأت الأحداث تتداعى. يوم 26 يناير كان في اجتماع للمكتب السياسي أو لهيئة المكتب الخاصة بالحزب الوطني الديمقراطي، وفي اليوم ده حدثت مشادة عنيفة جدا بين دكتور مفيد شاب وبين أحمد عز، كانت تصل إلى الاشتباك بالأيدي بسبب تحميل المسؤولية. يعني بيقول له أنت المسؤول عن كذا، فالتاني قال له أنت واضح أنك كبرت وخرفت، وهكذا الحال. وصل الأمر إلى الشد والجد وإلى درجة محاولة الاعتداء بالأيدي على بعض، وده كان كله بيعبر عن حالة الاحتقان المجتمعية اللي سادت في هذا الوقت. الحقيقة يوم 28 كان في اجتماع فاصل للقيادة العليا للقوات المسلحة، وفي هذا اليوم طبعا بعد ما نزل الجيش في هذا الوقت في الساعة الخامسة بناء على طلب من وزارة الداخلية. يعني وزير الداخلية كان كلم الرئيس مبارك فبيقول له احنا الشرطة انهارت ولابد ان الجيش ينزل. ده يوم 29 يوم 28 28 فهو قال له طب ما تكلم انت، كلم المشير. فحبيب العدل كلم المشير، فالمشير قال له الله هو ما كلمنيش ليه. فكلمه، هو الجيش نزل يوم 28 يوم 28 مساء. فكلمه كلم الرئيس، فالرئيس قال له نزله. كان الجيش عنده عامل خطه من قبلها بست شهور اسمها خطه اراده. الخطه دي ينزل بيها الجيش ويسيطر على كافة المواقع ويحمي المنشآت الاستراتيجية في البلد في حال حدوث أي متغيرات ممكن تحصل في البلاد. نزلت الخطة دي في اليوم ده الساعة 5، وأول ما نزلوا 4 عربات مدرعة تم حرقهم في ميدان التحرير. ظن المتظاهرين في ميدان التحرير أن الناس دي جاية عشان تساند الشرطة اللي هي كانت انهارت. في هذا الوقت أشرت إليه، ده كان القيادة العليا للقوات المسلحة. القيادة العليا، احنا في صورة جت لنا يوم 29 الصبح على نشرات الأخبار ان المجلس في حالة انعقاد دائم. ده الكلام ده يوم 10 فبراير اللي هو جاء كان يوم خميس، والصورة جت يوم وبعدين طلعت الخميس بالليل. ايوه. ثم بدأت الناس تتحدث عن البيان اللي قاله اللواء اسماعيل عثمان بأن المجلس في حالة انعقاد دائم ومستمر. طب